مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم، وهذه الحلقه الجديده من برنامجكم الاسبوعي بيت القصيد. من سمرة الموال المصري ومن ارياف تلك البلاد العامره يخرج المبدعون الذين يسطرون نونهم الكونيه على دفتر الخلود. ومن مختلف مدن مصر الشاهقه خرج الكثير من الشعراء والمبدعين. اما دورنا فما نحن الا نقطه ضوء على طريق هذا النور الابدي الادبي لنواصل رحله الجمال وتتبع تفاصيله في كل مكان. مشاهدينا، نرحب بضيفتنا معنا عبر سكايب من جمهورية مصر العربية الشاعرة الأستاذة هناء المشرقي. حللت أهلا ونزلت سهلا في بيت القصيد. أستاذة هناء، مرحبا بك. أهلا بحضرتك أستاذ مصطفى، شكرا جزيلا لك. أهلا بك. في البداية وقبل القصائد العذبة والجميلة والعالية التي ستشنفين أذهاننا بها، وقبل هذا كله في البداية حدثينا عنك قليلا في حدود ما تودين أن نعرفه عنك من معلومات، سواء على المستوى الأدبي أو العلمي أو المجتمعي، لك الحرية الكاملة. تفضلي أستاذة هناء. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. أولا شكرا جزيلا على هذا الشرف وهذه الفرصة الجميلة التي أسعد بها كثيرا، وأتمنى أن أكون ضيفة خفيفة على هذا اللقاء الجميل. أنت كذلك. أنا هناء، الله يخليك، أنا هناء المشرقي، شاعرة فصحى مصرية. على المستوى الأدبي أنا شاعرة فصحى، صدرت لي عدة دواوين، منها يوسفية في جب الهوى، ما شاء الله، الحائز على جائزة السفير السعودي الراحل حسن القرشي، وديوان مرضعة الشعر الحائز على جائزة لجنة الشعر من المجلس الأعلى للثقافة المصرية، وديوان جوامع الألم الحائز على جائزة شاعر مصر عن الاتحاد العالمي للشعراء، وجائزة الشارقة للإبداع العربي في المسرح الشعري عن مسرحية البكاء على قبر ابن العشرين، والديوان الأخير نقش باللغة البيضاء صدر هذا العام، ومؤخرا الشهر الماضي فزت بجائزة الشارقة للإبداع الشعري في فرع أدب الطفل عن ديوان حديقة جدي بلال، والحمد لله رب العالمين. هذا على المستوى الأدبي. على المستوى العلمي أنا طبيبة بيطرية حاصلة على بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية ودبلومة التحاليل الطبية الكيميائية ودبلومة التحاليل الطبية الميكروبيولوجية، وأعمل حاليا طبيبة بيطرية بمديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة. عن المستوى الاجتماعي أنا أم وزوجة، أنا أم لطفلتين ريم ورؤى، وزوجة للشاعر شعبان البوقي. الحمد لله، هذا من فضل الله علي الفضل الكبير والكرم إن زوجي شاعر أيضا يعني، وهذا يعني يعطيني دفعة قوية في مواصلة الدرب الأدبي، لأنه حاسس طبعا بالمسؤوليات الموهبة وكم المتطلبات التي يحتاجها هذا الطريق الشاق لمواصلته. نعم، الحمد لله. قبل أن نذهب إلى الأسئلة الأخرى التي اتفقنا عليها ووصلتك من الزملاء في الإعداد أستاذة هناء، وقبل أن نستمع إلى أولى القصائد، دعيني أذهب إلى سؤال خارج سياق الأسئلة المتفق عليها، ولكن من المؤكد أن لديك إجابة على هذا السؤال. كيف تكون الحياة الثقافية بين شاعر وشاعرة حينما يكونان زوجين؟ أجيبي منطلقة من تجربتك الخاصة، تفضلي بصراحة. والله جميلة يعني هم مش طول الوقت بيكلموا بعض بالشعر طبعا، على غير المتصور والمتوقع يعني، ولكن من منطلق المسؤولية يعني الإحساس بالمسؤولية يعني. رحمة الله على والدي يعني، كان يعني برضه من نعمة ربنا الكبيرة عليا ان هو كان مصمم ان انا ارتبط بحد ليه علاقة بالوسط او مقدر بشكل ما يعني حجم الموهبة واصراري على اني اكمل يعني. جميل جدا. عشان كده لما زوجي تقدم مسك فيه بايده واسنانه. جميل جدا. فلا هي بتبقى الحياة جميلة بصراحة، لان برضه التعاون والتقدير المشترك، مسؤولية الشعر مسؤولية كبيرة لا يقدرها الا من
كان في دائرة الأدب أو على علاقة بطريقة ما صحيح، به. ربي يحفظكم إن شاء الله. ومن هنا يعني نرسل تحيتنا الخاصة إلى زوجك الشاعر شعبان البوطي، وهو صديق عزيز جدا. قبل الأسئلة لابد من قصيدة نفتتح بها هذه الحلقة من بيت القصيد. تفضلي أستاذة هناء، اقرأي شكرا علينا ما جزيلا أستاذ تحبين. مختار، شكرا جزيلا. وإنه لكبيرة ألفا أرتل سورة التوبة جهرا وسرا أنت والأوبة، وتنوء بي أحمال ذاكرتي فأخونها وأعاود النوبة. يا آخر الأنفاس في رئتي، يا آخر الأنفاس في رئتي، كل الهواء يقودني صوبه من طيفك المنفي في جسدي، شق اصطبار الصبر يا ثوبه. يا سلام. القصيدة على إيقاع المسافة. نعم. وأقرب منك قربك من ضياعي، وأبعد من محالك مستطاعي. وأقرب منك قربك من ضياعي، وأبعد من محالك مستطاعي، فأي مسافة ستكون أولى بقطع الروح في عجز المساعي. وآخر ما تبقى لي ظنوني، وظل ليس يغريه اتباعي. يا سلام. أحاول أن أطالك في منامي، فعند الصحو تخذلني ذراعي كألوان الطعام على اشتهاء تغذي بطن أحلام الجياعي. بريدك بي قد امتلأ انتظارا، بريدك بي قد امتلأ انتظارا، ولكن لا يمر عليه الساعي. يا الله. وطيف هواك لا يمشي الهوينا بأوردتي، فأبدأ بالتداعي يسلمني لشوق بعد شوق، يسلمني لشوق بعد شوق وضيق لا يسلم لاتساعي. وخيباتي تقاذفني سويا وتصرخ فيا ويحك لن تراعي، فقدت غرام يوسف منذ موت، فما يعنيك من فقد الصواعي. يا سلام. وأغرب دهشة في الحب أن نموت من اللقاء ومن الوداع. شكرا. نموت من اللقاء من الوداع. يا سلام، نموت من اللقاء ومن الوداع. أحسنتي أحسنتي أستاذة هناء، مبدعة ما شاء الله شكرا عليك. جزيلا. ومرة أخرى نبارك لك الفوز المظفر والمكلل بالغار وبنجاح مستمر في جائزة الشارقة عن فرع أدب الطفل، ونرجو أن تتواصل مسيرتك العالية ومن نجاح إلى نجاح. أستاذة هناء، باعتقادك ما الغاية المثلى التي ينبغي أن يجتمع فيها الكثير من الشعراء؟ الإنسانية، يعني أعتقد أن ملخص كل الغايات والقيم التي لابد أن يجتمع فيها كل الشعراء هي الإنسانية والأخلاق الراقية. الشاعر هبة من الله سبحانه وتعالى، نعم، ونعمة وهدية ومنحة كبيرة اصطفى بها من شاء، ليست لكل البشر، ليست صحيح. لكل الناس. وشكر النعمة يكون
بتكريمها وتوظيفها الصحيح لخدمة الإنسانية والأخلاق الرقية. يا سلام. أعتقد هذا ملخص يعني ما يجب أن يكون فيه الشعر والشعراء. أحسنت. ومن الإنسانية ننطلق إلى حديث أكثر خصوصية، ألا وهو القيم الكثيرة التي يجب على الشاعر أن يعالجها بنصوصه وكذلك أن يتخلق بها في حياته ومسيرته. كلمينا عن هذه القيم التي ينبغي أن تكون حاضرة في مضامين نصوص الشعراء، لا سيما القصيدة الحديثة. تفضلي، الحديث عن القيم الواجب توفرها. تعزيز الروابط الاجتماعية، الصداقة، تثمين دور يعني الترابط، يا سلام. التكافل. نرجع برضو لكونه بيسير في دائرة الأخلاق الرقية، أكيد. يعني كل ما هو ضمن الأخلاق الرقية يجب أن يكون مضمون أو متضمن في شعر الشعراء، في أخلاقهم، في تعاملاتهم، نعم، في تصرفاتهم مع بعضهم البعض، وهذا ما يجب أن يكون داخل القصيدة لينتقل إلى القارئ أو سامع الشعر أو متذوق الشعر حتى يعني. طيب، باعتقادك طالما أنك جئت على ذكر الأخلاق أستاذة هناء، هل أنت مع فكرة أن الشعر يجب أن يحلق بفضاء حر لا حدود له ولا معايير تحكمه ولا ضوابط ولا قيود، أم أن حريته يجب أن تكون مقيدة لذاتها بذاتها من خلال التزامها بالأخلاق؟ طبعا طبعا مقيد بالالتزام بالأخلاق، يعني لو قلنا ملوش حدود يعني ما هيخرج عن نطاق الإنسانية ومضمونه الأساسي، هيبتعد تماما ويتجه إلى اتجاه آخر يعني يشين الشعر ولا يزينه، فلا بد أن يكون مقيد بمعايير الأخلاق نعم، الراقية والجمال الأخلاقي يا سلام. والإنسانية وكل ما يكون تحت مضمون هذا المصطلح. أحسنتِ أحسنتِ. إلى قصيدة جديدة خذينا هذه المرة، كلنا جاهزون للاستماع، ومن المؤكد أنها ستكون ذات موضوع مختلف عن القصيدة السابقة، وهذا هو المرجو. تفضل اقرأي علينا ما تحبين، لا بأس. ماشي. أنت ذنب تعبت فيه جهادا، أي توب على غرامك جادا، أين عزمي؟ أيا كبيرة قلب كلما قلت تاب منك تمادى. يا سلام. القصيدة سدرة المشتهى. أحتاج عينك يا أنا لأراني، وأبصر المرآة بالإنسان. يا سلام. مجددا. أحتاج عينك يا أنا لأراني، وأبصر المرآة بالإنسان، لأفك أسر الحلم من يأس الرؤى، وأصارح التعجيز بالإمكان. جميل. تبدل الأدوار والأفكار والأنفاس مع أستاذة هناء، نحن ما زلنا معك وفي انتظار إتمام هذه القصيدة، حبذا لو أعدت آخر بيتين، أو لا بأس لك أن تعيد النص من بدايته حتى لا نقطع عليك حبل أفكارك. تفضلي. سدرة المشتهى. أحتاج عينك يا أنا لأراني، وأبصر المرآة بالإنسان، لأفك أسر الحلم من يأس الرؤى، لأفك أسر الحلم من يأس الرؤى، يا سلام. وأصارح التعجيز بالإمكان. لتبدل الأدوار والأفكار والأنفاس حتى النبض في الشريان، لتكف هذه الأرض عن دورانها، وأذوق صيفك في شتاء ثاني.
سأصالح الفجر المخاصم شمسه، وأرد كف السهد عن أجفاني، وأجرجر الأفراح من تسويفها في حاضر من بخل سوف يعاني. أستعجل الضحكات في وجه المنى، أستعجل الضحكات في وجه المنى، وأميت فيه شماتة الأحزان أحتاجها، أحتاجها. لا تسأل الأقدار هل أوحى إلي الحب أم أوحاني، يا سلام. أحتاجنا، أحتاجنا كي نستظل بنا معا من حر ظلم العاشقين الجاني. دع عنك لوم الطائعين، دع عنك لوم الطائعين، وقل لهم جئنا نبرئ تهمة العصيان، جئنا. وحق ذلك الشوق الذي يجتاحنا، والآه في الوجدان، جئنا. وحواء مغلق فردوسها، جئنا. وحواء مغلق فردوسها من ضعف آدم في غوى الشيطان. لا تكترث، لا تكترث، هم يجهلون بأننا رغم اختلاف دمائنا صنوان. يا سلام. ما نفع صوت العقل لي وأنا التي سحر الهوى والشعر قد مساني. جميل جميل جدا، ما شاء الله عليك يا أستاذة هناء. حبذا لو تحدثيننا بعد الحديث عن سحر الهوى والشام، حبذا لو حدثتنا عن الهاجس الذي يسيطر عليك أثناء الكتابة بطريقة أخرى، أكثر ما يخيفك عند كتابة الشعر وأكثر ما يحضر في بالك، تفضلي. والله أكثر ما يخيفني عند كتابة الشعر أو يربكني ويقلقني جدا، هو أنني أصلا كنت يعني مشروع عرضية قبل أن أكون شاعرة. فأنا بدأت حياتي الأدبية بدراسة متعمقة جدا للعروض. نعم. فدرست يعني تقريبا أحشاء العروض العربي، يا سلام. فتعمقت جدا لدرجة أن أنا ابتعدت شوية عن الإحساس. يعني برضو العروض علم جاف جدا، يعني رغم إيقاعي. أنه ميزان الشعر، جدا رغم أنه ميزان الشعر، يعني إيقاعات رياضياتية. لا نعم. يستقيم الشعر. نعم، لا يستقيم الشعر بدوني، ولكنه علم يعني يخلو من الشعر تماما، جاف جدا. ف يعني ودرست ايضا، يعني الحمد لله رب العالمين، كنت احفظ القران الكريم وتعمقت في مخارج الحروف ما شاء ودراسه الله. التجويد وصفات الحروف. فالموازنه بين الشعر، شاعريتي، واختيار البحر الملائم للموضوع نفسه، واختيار القافيه باعتبار دراستي للحروف ومخارج الحروف، هل هي حرف قافية عالية موسيقيا أم متوسطة أم لها وقع بسيط نعم. غير رنان. يعني هذه المعادلة، الموازنة بينها شديدة الصعوبة في ذهني. أنا أشعر وأنا أكتب القصيدة أن هناك معركة دائرة ما بين موضوع القصيدة والموسيقى والبحر الذي يعني تكتبين عليه. يقدر على تحمل الموضوع أو نعم. يكافئ الموضوع أو ملائم أو غير ملائم. فهذا الشيء صراحة أكثر ما يعني يخيفني ويربكني أثناء كتابة القصيدة الشعرية. وأيضا هل وفقت أم لم أوفق في اختيار المطلع والقفلة، يعني نعم. هذه يعني المعارك هي ما تسيطر علي جدا بشكل لكن مربك ومخيف. باعتقادي أستاذة هناء، هذا هو الذي يخلق التميز ويميز شاعرا أو صاحب تجربة عن صاحب تجربة أخرى. حقيقة حصول هذه الأمور معك أثناء الكتابة وحضور هذا الطيف من الألم، هذا الشعور بالمسؤولية، هذا الهاجس الدائم، هل سأنتج مشروعا جديدا يستحق القراءة أم أنه عبارة عن عمل لا قيمة له أو لا إضافة له؟ مجرد أن الشاعر يحاكم ذاته أثناء كتابة النص، هذا يثبت أنه شاعر متمكن ويسعى إلى التميز، وهكذا أنتم ولا شك. بعد هذه الإجابات العالية وهذا الشعر الكبير، لابد أن نستريح قليلا، ما رأيك؟
شكرا شكرا جزيلا أستاذ مصطفى، إذن سنخرج شكرا إلى جزيلا. فاصل قصير أعزائنا المشاهدين الكرام، فاصل وبعده نواصل ما تبقى من حلقتنا، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وما زلنا في هذه الحلقة من برنامجكم بيت القصيد، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات معنا عبر سكايب من جمهورية مصر العربية الشاعرة الدكتورة هناء المشرقي. أهلا وسهلا بك شاعرتنا من جديد، وقبل أن نذهب إلى الشعر حبذ لو تحدثيننا قليلا عن محفزات الإبداع الخاصة، ما الذي يحرضك على كتابة نص جديد؟ اكشفي لنا بعض أسرارك الشعرية، تفضلي. يعني الحافز على كتابة الشعر أشياء كثيرة وغير محددة في نظري، نعم. يعني الشعر من الشعور، والشاعر يتميز عن الآخرين بأنه يشعر بشكل غير عادي بكل ما يحدث، ويتأثر بشكل غير عادي بكل ما يحدث حوله. فأي شيء بيحرك شعوري أو إحساسي بشكل يعني كبير بكتب قصيدة، ربما النظر إلى وجه طفلتي، ربما طرقة الباب على بيتي الدافئ، كل ما يحرك، ربما يعني رؤية طفل صغير يمشي في الشارع، أي شيء يعني منظر طبيعي جميل، أي شيء يحرك وجداني وإحساسي وشعوري ربما يكون حافز لكتابة القصيدة. ولكن دعني أصارحك بشكل أصدق، يعني تفضلي. أنا لم أجد شيء كان حافزا لي على كتابة الشعر أكثر من ارتباطي بقراءة القرآن أو الحفظ، حفظ القرآن الكريم، حتى أن أغلب نتاج الشعري كان بغزارة، أو يعني كتبته معظمه في الفترة التي كنت أحفظ فيها القرآن الكريم. لا أعرف ما الرابط، ولكن أنا أقرأ القرآن ما أو شاء الله. أحفظ القرآن الكريم يزورني الشعر بشكل يعني يشبه الحمى، يعني لا أستطيع نعم. الفواق منه، أبتعد يبتعد. فأعتقد أن هذا الحافز الأكثر الذي يشجعني على الكتابة، حتى أنني حينما أفتقد الشعر أعود للقرآن، يعني وأضمن نعم. بعدها أنه سيأتي طالبا الود بصدق. يعني قلت إن الشعر إذا ابتعد عني فإنني بالمقابل أبتعد عنه، هل هذا يعني أن الشعر لم يصبح بعد فردا من أفراد أسرتكم الصغيرة وأنتما شاعران أنت وزوجك الأستاذ شعبان، أم لا أنه لم ينل لا بعد هو حظ أن يكون فردا من أفراد هذه الأسرة؟ لا لا هو فرد مقيم يعني، ولكن بيقعد على جنب شوية لوحده كده لحد ما مسؤوليات مقيم الحياة تخف لكن شوية، إقامته ليست ثابتة، يذهب ويأتي. يذهب ويأتي حسب المسؤوليات، يعني برضه مسؤوليات الحياة ممكن جميل، تأخذ نعم الواحد نعم شوية صدقتي، من التفرغ للشعر. نعم. خذينا إلى قصيدة جديدة الآن من القصائد التي من الشعر عليك بها حينما عاد إليك بكل شغف، تفضلي دكتورة هناء، نحن نسمع. شهراني أم عمراني قد مر، شهراني أم عمراني قد مر، مزقت فيك الشهد والمر، شهراني أم عمراني مذ وطأت قلبي خطاك ولهفة الحر، جميل. منذ اختفيت بنبض أوردتي واخترت أن تحتلني سرا، شهران أم عمران أسألني أم أسأل الحلم الذي فر. يا سلام، القصيدة في مرآة النفس. تفضلي. نار فنار، نار فنار يا هناء فجنة، ممن تحكم بالفؤاد فجنة، من شوق هاتفه الذي كابته باتت سلاما، لو يحاول
رنة. يا سلام. نار نار ونار الشوق لو حكم القضاء فرض بتشريع الغرام وسنة. وسنة. هذا الهيام برغم حادثة الجوى كم كذب العشاق فيهم ظنه تغفو العيون على جرار دموعها كي تستفيق على اخدرار الوجنة. وكأنك الحبلى بوجد مريمي الأمنيات ومن عفافك كنة. وكأن إلفك والنجوم مقامه قرباه في وصل المحال كأنه. يا سلام. وكأن سؤلك يا هنا قد علقت لهفاته باب الشحيح المنة. فلتعذري ألفا وزيدي مثلها على الظروف وربما ولأنه. وتصبري يا سبع فاتحة القصيد غدا يعود لكي يبسمل فنه. ولترفعي كفيك عن رمح الهوى فالله مكن من ضلوعك سنه. شكرا. ما شاء الله ما شاء الله، لفظ فوك دكتورة هناء. لفت انتباهي وقبل أن أواصل بالأسئلة أخذك إلى هذا السؤال يعني الطارئ، لفت انتباهي أنك تقدمين إلى كل قصيدة بأبيات شعرية مخصصة، هل هذه طريقتك حينما تأتلين أي منبر أم أنها طريقة مخصصة فقط لهذه الحلقة أم أنها عادة خاصة بهناء دائما؟ لا مخصصة لكم أنتم بس، يعني ما شاء الله عليك، نشكرك كثيرا، أنت مبدعة وأشكرك كثيرا على هذا الحضور الفارق للأمانة. دكتورة هناء، كثيرون هم الشعراء في الوسط كما تعلمين، لكن ما هي خطتك الخاصة حتى تكوني نقطة فارقة لا مجرد رقم؟ هذا تحدي كبير أكيد، ولكننا كلنا نعلم أنك ولا شك أهل له، تفضلي. والله يا أستاذ مصطفى، يعني أنا شخصيا على المستوى الشخصي على يقين أنني ما زلت في بداية الطريق. نعم. وسأظل في بداية الطريق. ما شاء ولو الله اقتنعت اعتقدت أنني وصلت فقد انتهى أمري، يعني بقدر المستطاع بحاول أتعلم، بحاول أزود ثقافتي، بحاول أقرأ، بحاول يعني أبقى حاضر على في الوسط الأدبي بشكل مستمر قدر استطاعتي ومع احترام مسؤوليات بيتي وأطفالي وزوجي. يعني بحاول أحط بصمتي الخاصة قدر المستطاع في شعر لا يشبه غيري، لا يشبه سواي، بكل أدوات المتواضعة بحاول أعمل ده، يعني وما زلت أتعلم وأسأل الله التوفيق والسداد، يعني إن شاء الله رب بإذن العالمين. الله. يعني جميل تواضعك المحروس بالكثير من الثقة، وهذا ما يجب أن يكون عليه أكثر الشعراء، أن يثقوا بنتاجهم وأن يكونوا بسطاء مع الناس لا متعالين عليهم، وهكذا أنت قريبة من الكثير أدبا وخلقا رفيعا، ما شاء الله عليك للأمانة. قبل ما نسمع القصيدة الجديدة، ربما كان في جعبتي سؤال مزعج قليلا لكن لابد منه حتى يستفيد الكثير ممن يتابعون هذه الحلقة في كل مكان. دكتورة هناء، يعني كما تعلمين هناك كتب وقامات كبيرة مرت في تاريخ الأدب والشعر العربي، المرور على نتاج هؤلاء الشعراء والأدباء الذين مروا على خريطة الأدب والشعر العربي، باعتقادك هل المرور على نتاجهم فرض عين أم أنه مسألة خيار لا إجبار فيه؟ حدثينا في هذا الموضوع، تفضلي. هو يعني اختيار أقرب للإجبار، يعني لازم تقرأ، يعني لازم تقرأ. حتى يعني أنا بالمناسبة أنا لم أتوقع في يوم من الأيام أن أصبح شاعرة إطلاقا. أنا كتبت الشعر في سن 20 من عمري، ما شاء الله ما كانش في أي بوادر لأي شيء خالص. نعم. نهائي، تحديدا في العام 2010، فما كانش في أي شيء غير أن أنا
أعشق اللغة العربية الفصحى وبس، يعني أعشق اللغة العربية الفصحى. ف يعني فترة من الفترات يعني ارتبطت بقراءات الشعر، يعني كنت بحب الشعر جدا من أول الثانوية العامة كده وطالع، كنت باخد النصوص الأدبية المقررة علينا وأقراها وأحفظها وأتذوقها بشكل مختلف. نعم ويعني كنت يعني بشعر بسعادة وأنا بقرأ الشعر ده وأحفظه. بعدها بدأت انطلقت في قراءة الدواوين الكبيرة، أحمد شوقي، حافظ إبراهيم، إبراهيم ناجي، إيليا أبو ماضي، المتنبي، وأثر فيها ديوان المتنبي جدا. ما كتب شاء الله. كثيرة قرأتها للشعر في لحظة من اللحظات، يعني ربما سبحان الله، يعني ربنا كان عامل الحب ده مقدمة لكتابة الشعر، لأن الموسيقى بدأت تأثر في وجداني لدرجة إن أنا بدأت بعد ما كنت بكتب خواطر لفترة من الفترات بدأت أحس إن أنا برتب الأبيات في صورة حاجة موزونة. أنا معرفش يعني إيه عروض في الفترة دي، ما كنتش أعرف يعني إيه عروض، حتى كنت بنطق كلمة عروض بشكل خاطئ يعني من جهلي بالموضوع. فمن هنا كان انطلاقتي الأولى. فبعد ما أثقلت الموهبة الحرص على بالقراءة المعرفة يعني، يعني. تمام، الحرص على المعرفة هو الذي يسهل الطريق للوصول إلى التمكن في إثقال الموهبة والتميز فيها، لأن موهبة لوحدها مش هتكفي ولازم إثقالها بالقراءة. فموسيقى الشعر، موسيقى الشعر، الشعراء اللي أنا قريت لهم طلعت جوايا إن أنا كنت شاعرة وأنا ما أعرفش. أحسنت أحسنت. فلازم القراءة، لازم القراءة تبقى موجودة يعني بقدر المستطاع، يعني ما مش لازم كل شوية، يعني في ناس ما بتقدرش ما عندهاش موهبة إنها تقرأ أو ما عندهاش المقدرة إنها تقرأ طول الطريق يعني، لا، بس في بداية المشوار لازم الاطلاع، نعم لازم سعة الاطلاع في كل شيء. الشعر فرع من الفروع، يعني اطلاع على كل شيء، لأن ثقافة الشعر في نعم القصيدة طبعا برضو بيبقى شيء بتعمل شيء من خصوصية بصمته في الكتابة شوية. أحسنت. وخلاصة ما وصلني من إجابتك أن الحب بينته التقرب، وحب مجال معين ينبغي أن تمام، يدفع الراغب بإتقان هذا المجال أن يتقرب من من برعوا في هذا المجال فيقرأ لنتاجهم، وبالتالي يزيد من قدرته وخبرته ومعرفته بهذا المجال. دكتورة هناء، سنخرج الآن إلى فاصل قصير، بعده نواصل تفضل. مشاهدينا الكرام. فاصل قصير نذهب وإياكم إليه، ومن ثم نعود لإكمال ما تبقى من حلقتنا، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة، وما زلنا في بيت القصيد، وضيفتنا الشاعرة الدكتورة هناء المشرقي من جمهورية مصر العربية. قبل أن نعود إلى الشعر من جديد، دكتورة هناء، ما الذي ينقص الشعراء في زماننا باعتقادك حتى يكونوا أكثر قربا من الناس؟ تفضلي. أعتقد أن السؤال يعني يجب أن يكون ما الذي ينقص الناس حتى يكونوا أقرب إلى الشعراء؟ يا سلام. يعني كما قلت لك أستاذ مصطفى في بداية تفضل. الحلقة أن الشاعر يختلف عن الآخرين بأنه يعني يشعر بالأشياء التي تحدث في البيئة المحيطة بشكل أكثر من العادي، نعم. فيعني بيتفاعل معها وجدانيا نتيجة هذا الشعور، ويبدأ في كتابة القصيدة أيا كان موضوع القصيدة أو التجربة التي يمر بها. يعني فالشعر من الشعور، فينقص أعتقد أنه من الظلم، يعني الكثير بسمعهم إن هم لا يعني انزلي للمستوى شوية عشان الناس تفهم، لا كلامك صعب، حتى أسمع هذا الكلام من أصدقائي، يعني زملائي في المهنة وأصدقائي المقربين، لا انزلي بالمستوى شوية احنا مش عارفين نفهم. هو ليس يعني مش مفروض من كل الناس انها تفهم الشعر، ولكن مفروض يعني على الاقل تشعر، يعني هم بيشعروا ان ده حاجه جميله، لكن مش لازم يفهم الكلام بالمعنى الحرفي. ف يعني بدليل ان في ناس بتكتب عاميه وناس كتير بتفهمها وناس بتكتب فصحى، مش كل الناس بتفهمها، الفئه اللي هي صحيح. متخصصه واقرب الى شعر الفصحى شويه بيفهموا الفصحى. والشعر مش مطالب ان هو يكتب عشان الناس تفهم، لان ده مش مقرر دراسي فعلا. هيتحط في منهج او شيء، لا ده هو بيكتب من واقع التجربه اللي بيعيشها، ما يشعر به هو ذاته.
يعني كل ما يشعر به هو ذاته بيسجله، لكن هو مش مطلوب ان اللي قدامي ده يفهم او لا، بس على الاقل هيشعر ان ده حاجه، حاله وجدانيه معينه. الناس كلها بتشعر بالشعر وبتحس بيه، لكن مش بتفهمه، مش شرط انها تفهمه. نعم فاحنا ناقص الناس ايه عشان يبقوا اقرب الى الشعراء صحيح، ولمثيله الشعراء؟ ان نشعر اكثر ببعضنا البعض، ان نحس اكثر ببعضنا البعض، ان نتراحم اكثر ببعضنا البعض. لكن كل ما واحد في منأى ومعزل عن الاخر ويعني منعين ان احنا نشعر ببعضنا ونحس ببعضنا، ده اللي بيخلي شويه كلام الشعراء بعيد عننا. إذن كلام هناك الشعراء مش صعب مسؤولية، ولا حاجه. أستشف من قولك أو أصل إلى نتيجة أن هناك مسؤولية تقع أيضا على عاتق المتلقي أو القارئ، يجب على القارئ أن يكون حذقا، أن يكون يعني لبقا، وأن يكون حريصا على المعرفة وتوسيع مداركه، لا فقط أن يتلقى كما لو أنه سعة تخزين فقط لا أكثر. تمام نحن نبحث تمام عن القارئ تمام الحريص على المعرفة تماما كالكاتب الحريص على التميز. حقيقي حقيقي أعطنا تمام. قصيدة جديدة قبل أن نذهب إلى آخر الأسئلة، تفضلي دكتورة هنا. تمام متواطئ معك الهوى متواطي، وجميل ظنك في حنيني خاطي، يا أول العشاق آخرهم أنا، يا أول العشاق آخرهم أنا، بعدي لخلد العشق حد صراطي، بعدي يموت الحب دون قيامة ويجف بحرك باحثا عن شاطي. ما شاء القصيدة الله، مكاشفة في بيت العنكبوت. تفضلي. لا أنت جئت ولا العواذل غابوا، لا أنت جئت ولا العواذل غابوا، فكلاكما في وعده كذابوا، وكلاكما من قطر نزفي قد ملا كأس الشماتة فارتوى المرتاب. لا أنت جئت ولا ذراعك بالخطا مست بباطن راحها الأبواب، ما بين عينينا لأجفان النوى هدب القصيد مقصف وعتاب، وجراح قافية تقرح سطرها بروي فرح كسروا وعابوا، ترنيم أغنية تعطل نايها عن عزف غير الآه يا أصحاب، يا سلام، وسؤال حبلى وسؤال حبلى باحتمالات الهوى، وسؤال حبلى باحتمالات الهوى، ومخاض ميلاد الرحيل شواب، وذبيح هجر لم تسله ترفقا تل الجبين إلى الثرى وحساب. من بعض جهد العنكبوت نسجته ثوب الأماني والوعود عذاب، أن يذوق زلال شعري شهده ويغص في حلق الحروف الصاب، رتقا أتينا للغرام، رتقا أتينا للغرام، فمن ترى فتق اثنتينا ما هي الأسباب؟ صفحات دفتري المضمخ بالأسى ذابت على أوجاعها الكتاب، حزن حب وأحزان توثق جزرها حبل الوتين فتثمر الأتعاب، أين الجنان الوهم؟ أين الجنان الوهم يا فردوسه ونخيلها الممدود والأعناب، وفريد عشق لم تجربه الدنا قبلا عليه تحاسد الأحباب، يا سلام، بل أين أين؟
بل أين أين وهل وكيف ألم متى وعلامة استفهامهم تغتاب يا سلام. من نصف موتي بالفراق لبعضه، من نصف موتي بالفراق لنصفه بلقائنا عني الدموع أناب. لا أنت جئت، لا أنت جئت ولا أنا، حتى أنا عن وقع خطوي تاهت الأعتاب. يا سلام يا سلام. لا أنت جئت ولا أنا حتى أنا عن وقع خطوي تاهت الأعتاب. جميل دكتورة هناء، ما شاء الله عليك. حبذا لو تطلعيننا الآن بحدود ما تحبين التحدث عنه، كلمينا عن طموحك الشعري الخاص والأدبي بشكل عام. تفضلي دكتورة. والله يعني كما قلت سابقا أيضا، يعني أنا يعني أحاول جاهدة، ما زلت أتعلم الشعر وأحاول أن أضع بصمتي الخاصة في الشعر بصفة عامة، والشعر النسائي بصفة خاصة. كما تعلم يعني لا أعلم لماذا، ربما عشان الشعر الفصيح شوية ثقيل بسبب العروض والقواعد النحوية وما إلى ذلك، فالتواجد النسائي يعني شائع انه قليل فيه، ولكن بالعكس يعني التواجد النسائي كثير جدا، بس ربما الكثيرات منهن لم تتح لهن الفرصه للظهور مثلا. فانا بحاول يعني احط بصمتي الخاصه بقدر استطاعتي وعلى قدر ادواتي المتواضعه، حتى ياتي يعني الذي يتذكرني فيه تاريخ الادب. يعني هذا هو الطموح، يعني أتمنى أن يتذكرني تاريخ الشعر والأدب ولو ببيت واحد، يكفيني شرفا والله. جميل جدا. فإن شاء الله الله التوفيق سبحانه وتعالى. بإذن الله لك التوفيق كله. دكتورة هناء، أنت شاعرة مميزة جدا، جئت على ذكر فكرة الحضور النسائي، وربما هذا يقودني إلى السؤال لتحدثينا أكثر عن ما يلفت نظرك ويعجبك كثيرا في المشهد الشعري أو الثقافي المصري على الأرض لا على مواقع التواصل. تمام. أكثر ما تحبينه ما يلفت انتباهك ونظرك وموجود على الأرض في مصر. تفضلي. المشهد الشعري في مصر أعتقد أنه مرضي إلى حد ما. صحيح. في وجهة نظر الخاصة، ولكن دعني أستاذ مصطفى إذا سمحت لي أوجه كلمة شكر بسيطة. تفضلي. لأن هذا الشيء فعلا يعني لافت نظري جدا ويسعدني جدا جدا وفرحني جدا، هو نشاط لبيت الشعر بالأقصر، نشاط عالي جدا جدا جدا. منصة بيت الشعر بالأقصر من يعني أو تقريبا أكثر منصة نشطة أدبيا في مصر حاليا على أرض الواقع. أستاذ حسين القباح أعطت فرصة فعلا، أستاذ حسين القباح أستاذنا والدنا الطيب أعطت فرصة كم هائل من الشعراء، جيل الشعراء، جيلي أنا شخصيا واحدة من الشعراء، يعني له فضل علي كبير جدا، وغيري الكثير من الشعراء والشواعر، أظهر الكثير من الشعراء والشواعر للنور وأعطاهم فرصة النجاح والانتشار وطباعة الدواوين أصلا، وما زال مستمر صراحة يعني بفرصة متكافئة وجميلة ودفعة قوية جدا للشباب بشكل مخلص ونبيل جدا. ف هذا أكثر ما يلفت انتباهي في المشهد أحسنت. الأدبي الحالي في مصر على الأرض الواقع. أحسنتي. أتمنى له التوفيق والسداد إن شاء الله. لهم ولك نرجو كل التوفيق. شاعرتنا دكتورة هناء المشرقي، للأسف الأوقات الجميلة والقصائد العذبة لا يمل منها، ولكن الوقت يمر سريعا، لم يتبقى من الوقت إلا القليل، فنريد قصيدة تكون مسك ختام هذه الحلقة، وحبذا لو كانت قصيرة لأن الوقت أوشك أن يدركنا. تفضلي نحن نسمع. أختار قصيدة. تفضلي. لا بأس، اعتبري أن الوقت موجود. بدور لكم على حاجة قصيرة. لا بأس لا بأس، اقرأي ما تحبين. تفضلي. قيامة الشعر الصغرى. نعم. أين القصاص وبالعدالة أومى، من ذا
يجيرك من حسابي أو ما؟ أين القصاص وبالعدالة أو ما؟ من ذا يجيرك من حسابي أو ما؟ ميزان حرفك والجريمة في دمي، إني نظرت لغير حبك صوما. يا سلام. أين القصاص وظل يقرأ للورى شر الكتاب، وظل يشهد قوما. يا شعر يا شعر يا روح، يا شعر يا روح الفؤاد، فلا تقل يكفي العذاب وما كفيتك لوما. يا سلام. يا نبض طفل الروح في قدر الأسى، يا نبض طفل الروح في قدر الأسى، يغلي بلا نار فينضج أو ما. يا ليتني وتعد كفك نادما، لم أتخذ فلقد أضل ولو ما. أقتص منك أقتص منك، وكيف لي وأنا التي أقتص مني حين تظلم دوما. يا سلام شكرا. يا سلام يا سلام، لا فضة فوكي ولا عاش شانئوكي. شاعرتنا دكتورة هناء، ما شاء الله عليك. وصلنا إلى السؤال الأخير الآن، نريد منك كلمة بحق الوطن الذي تنتمين إليه، مصر الكبيرة والوطن العربي الواحد. في الختام ماذا تقولين؟ تفضلي. أتمنى أن يعود الوطن العربي كما كان، كبيرا عزيزا لا بأس عليه، لا يعاني لا يتألم لا يشعر لا يشكو من التفكك. يعني هذا نعم. بالنسبة للوطن العربي. أتمنى يعني من الله سبحانه وتعالى لمصر أن تستعيد مكانتها مرة أخرى على خريطة الوطن العربي، وأن ترجع سالمة معافاة، وكل بلاد العرب أتمنى لها وهي السلام كذلك ولا والطمأنينة شك، والحب والسلام. مصر كذلك ولا شك، ومن دخلها آمن، من دخلها يا كان رب آمنا. شكرا نسأل لك الله سبحانه وتعالى. دكتورة هناء المشرقي، الشاعرة المصرية المتميزة. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، في الختام ماذا تودين أن تقولي؟ شكرا لهذا الشرف، أنا سعيدة جدا بانضمامي للقائك الجميل، و يعني هذا شهادتك الكريمة تجف فوق رأسي وفوق رأس شعري المتواضع، وأتمنى لك التوفيق أيضا في القادم إن شاء الله، وكل الدعم والدعوات الطيبة لك بإذن الله رب شكرا العالمين. جزيلا شكرا. لك، ونحن الأكثر سعادة بتشريفك لنا، ونرجو للحياة أن تكون كريمة بالقدر الذي يتيح لنا تكرار مثل هذا اللقاء، عسى أن يكون في استديوهات الرافدين، وإن شاء الله يكون قريبا. شكرا لك شاعرتنا هناء المشرقي من مصر، كنت ضيفة بيت القصيد. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من بيت القصيد، إن شاء الله في الأسبوع المقبل بحول الله وقوته يتجدد لقاؤنا وإياكم، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان الله. إلى اللقاء.